شهدنا إمضاء عقد شراكة بين المساهمين لإنشاء مؤسسة جزائرية صينية لاستغلال مناجم الفوسفات بولاية تبسة. حجم الاستثمارات في هذا المشروع تقدر بين 6 إلى 7 مليارات دولار. راح يخلي في مرحلة بناء هذا المشروع شغل أكثر من 12,000 منصب عمل، وكذلك حوالي 6,000 منصب عمل في مرحلة الاستغلال. يعني هذا مناصب شغل مباشرة، وفيها أكثر من 24,000 منصب غير مباشر في مرحلة الاستغلال. مداخيل هذا المشروع تتراوح بين 4 مليار دولار في السنة. راح يكون هذا المشروع ثاني، يعني راح يضمن ثاني دخل للجزائر من العملة الصعبة بعد المداخيل المحروقات. اليوم الجزائر تنتج حوالي 3 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، بهذا المشروع ننتج حوالي 6 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية. هذا الاتفاق راح يسمح لنا بتأسيس شركة جزائرية صينية للأسمدة، اللي راح تقوم في مرحلة أولى بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية، وبعدها نشرع مباشرة طبعا في إنجاز المشروع. المشروع هذا اللي يمس مباشرة أربع ولايات، اللي هي تبسة، سوقه راس، وسكيكدا وعنبة. سيسمح هذا المشروع الذي طال انتظاره أيضا لمجمع مناجم الجزائر والمتكون من 10 شركات فرعية من المساهمة في تحقيق تطور القطاع المنجمي على غرار المشاريع المنجمية الأخرى المدرجة ضمن استراتيجية تطوير المجمع لسد الحاجيات الوطنية من المواد المنجمية.